بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 124. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم وبفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الفصل هو آخر فصول الوصية، وهو الموصى إليه. الموصى إليه هو المعهود إليه بالتصرف في الوصية بعد وفاة الموصي على حسب نص الموصي. والدخول في هذا الأمر مستحب لمن عنده القدرة على القيام بتنفيذ الوصية على الوجه المشروع، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. نعم، هذه شروط، الشروط التي يجب أن تتوفر في الموصى إليه. أولا، أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يوصي المسلم لكافر، لأنه ليس محل الأمانة. ثانيا، أن يكون مكلفا، يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ويخرج المجنون، لأنهما ليسا أهلا للتصرف لأنفسهما، فلا يتصرفان عن غيرهما. ثالثا، عدلا، أن يكون عدلا، بمعنى أن لا يكون فاسقا في دينه، لأن الفاسق ليس محلا للأمانة، وهذه أمانة. نعم. رشيد ولو عبدا. نعم. خامسا، أن يكون رشيدا، يخرج بذلك السفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله. فإذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويحجر عليه حفاظا على ماله، فإنه لا يصح أن يتصرف عن غيره، من باب أولى. ولو عبد، أي يصح الإيصاء إلى المملوك، لأن المملوك يصلح للولاية، قال صلى الله عليه وسلم: والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ولكن لا يقبل الوصية، العبد لا يقبل الوصية أو الإيصاء إليه إلا بإذن سيده، لأنه محجور منافعه لسيده، فلا يفوت على سيده شيئا من منافعه إلا بإذنه. نعم. قال: ويقبل بإذن سيده. وإذا نعم. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك. نعم، إذا أوصى زيدا ثم أوصى عمرا بعده، فإن هذا لا يقتضي عزل الأول، لأنه لم يصرح بعزل الأول، بل يحتمل أنه أراد أن يشترك احتياطا
أو زيادة في الاحتياط، فيشتركان في الإيصاء إليهما وفي التصرف في الوصية. نعم. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له. نعم، لا ينفرد أحدهما، كما ذكرنا أنهما يشتركان، فلا ينفرد أحدهما بالتصرف في الوصية دون الآخر، لأن الموصي لم يرضى بتصرفه وحده حتى ضم إليه الآخر، إلا إذا قال الموصي إن فلانا يتصرف في كذا وفلانا يتصرف في كذا، فإن كل منهما يتصرف فيما عهد إليه. وأما إذا لم يخصص أحدا منهما بنوع من التصرف فلا بد أن يجتمعا على التصرف في الوصية. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. هذا من شروط صحة الوصية. أيضا يشترط أن تكون الوصية في تصرف معلوم يخرج بذلك التصرف المجهول، فلو قال أوصيت إلى فلان من بعدي ولم يبين ما هو الشيء الذي أوصى إليه به فإنها لا تصح الوصية، لأنها وصية بمجهول، فلا بد أن يبين نوع التصرف الذي يقوم به الموصى إليه من بعده. وثانيا يشترط أن يكون هذا التصرف يملكه الموصي، لأن الوصية فرع على الموصي، فإذا كان الموصي لا يملك التصرف في نفسه فإنه لا يصح إيصاؤه إلى غيره لأنه فرع عنه، ويأتي التمثيل لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. هذه الأمور التي تصح الوصية بها إلى الموصى إليه، تفريق كقضاء دينه، إذا كان عليه ديون للناس وأوصى بأن يقوم فلان بتسديد ديونه فإن هذه وصية صحيحة، قضاء ديونه أو تفرقة ثلثه الذي أوصى به بعد وفاته، فإن الوصية أو الموصى إليه يقوم بتفريقه على شرط الواقف أو شرط الموصي. نعم. والنظر لصغاره. وكذلك النظر لصغاره، إذا كان الميت مات عن أطفال صغار بحاجة وهم بحاجة إلى من يرعاهم فإن الإيصاء بذلك يصح، لأنهم بحاجة إلى من يرعاهم لقصورهم عن النظر لأنفسهم، فيجوز أن يقيم وصيا عليهم من بعده يرعاهم ويرعى مصالحهم. نعم. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر. هذا تصريح بمفهوم الشرط السابق الذي قال فيه يملكه الموصي، التصرف الذي يملكه الموصي، فإن كان الموصي لا يملك التصرف الذي أوصى به فإن الوصية لا تصح. مثال ذلك المرأة إذا أوصت بالنظر على أولادها الأصاغر فإن هذه وصية غير صحيحة، لأن المرأة لا تملك النظر عليهم، هي لا تملك النظر على أولادها، وإنما هذا لأبيهم لوالدهم، فإذا كانت لا تملك النظر لهم في حياتها فإنه لا يصح أن توصي عليهم بعد وفاتها، وإنما هذا إلى الحاكم، إذا كان الأب غير موجود فإن هذا إلى الحاكم يقيم عليهم وصيا. نعم. ونحو ذلك.
نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. نعم، الوصية التصرف، تصرف الموصى إليه ينحصر فيما فوض إليه فقط. فإذا أوصي بمثلا برعاية الأولاد الصغار فإنه لا يتصرف بالمال، وإذا أوصي بتزويج البنات، بنات الميت، فإنه لا يتصرف بغير ذلك من أمواله أو وفاء ديونه أو غير ذلك، بل يتخصص فيما فوض إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن. إذا تبين أن الوصية لا محل لها بأن كان تركة الميت مستغرقة بالديون ولم يفضل عن الديون شيء، فإن الوصية لا تصح لأنها ليس لها محل. نعم. ولكن لو أن الوصية أو الموصى إليه نفذ الوصية وهو لم يعلم بأن على الميت ديونا، ثم تبين بعد ذلك بعد ما فرقت بعد ما نفذت الوصية، فإن الموصى إليه لا يضمن، لأنه معذور في تصرفه، حيث إنه عهد إليه بهذا التصرف ولم يعلم أن هناك ديونا تستغرق هذه التركة، فهو معذور. فأصحاب الديون يرجعون على الورثة، إذا كان الورثة توازعوا التركة، نعم، فإنهم يرجعون على الورثة في وفاء ديونهم، لأن الإرث لا يصح ولا يستحق إلا بعد سداد الديون، قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقبل الإرث، مما يدل على أن الدين، على أن وفاء الدين يقدم على غيره. نعم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى؟ نعم. قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية وقبل الإرث. وقبل الإرث. أحسن الله إليكم. قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا الموصي قال للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت مما تراه خيرا وفوض إليه ولم يحدد له، فإن هذا يصح، وعلى الموصى إليه أن يجتهد في المصارف النافعة للميت، وأما هو فلا يأخذ من هذه الوصية شيئا ولو كان مستحقا، لو كان فقيرا والوصي وزعها على الفقراء بموجب التفويض وهو فقير من جملة الفقراء، فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا منها لأنه مؤتمن، والأمين لا يأخذ لنفسه شيئا من الأمانة، وإنما ينفذها لغيره من المحتاجين. نعم، ثابكم الله. قال: ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته. إذا مات مسلم في مكان ليس فيه حاكم للمسلمين وليس فيه وصي للميت وعنده مال، فإنه يجب على من حضره من المسلمين أن يقوم بحفظ ماله ورعايته ولو لم يوصي إليه الميت، لأنه لو تركه لضاع، فيجب على من حضره من المسلمين أن يقوم بحفظ ماله وإيصاله إلى ورثته ولا يتركه يضيع. أما إذا كان هناك حاكم مسلم فإنه هو الذي يتولى هذا الشيء، لأنه ينوب عن الميت
أو كان الميت أوصى إلى وصي من بعده فإنه يقوم بهذا العمل. وهذا مما يدلنا على أن الإسلام دين الرحمة ودين التعاون، ويدل على عناية الإسلام بالأموال وأنه لا يتركها تضيع. ولهذا قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. نعم. من حضره من المسلمين وجب عليها أن يحفظ ماله إذا كان ليس في بلد حاكم ولا وصي؟ نعم، وجوبا. وجوب، نعم، يجب عليه ولا يتركها تضيع. فما كان يقبل النقل ينقل إلى بلد الميت وورثة الميت، وما كان لا يقبل النقل يباع في مكانه وتحفظ قيمته. نعم. قال: وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. يعني من حضره من المسلمين وهو ليس له وصي وليس في المكان حاكم مسلم، فإنه يتولى مال الميت ويعمل الأصلح، فما لا يقبل النقل والبقاء فإنه يبيعه ويحتفظ بثمنه، وما يقبل النقل فإنه ينقل، وإن احتاج إلى أجرة فإنه يؤجر عليه منه من المال نفسه حتى يصل إلى مستحقيه. نعم. أحسن الله إليكم. قبل ننتقل يا شيخ لكتاب الفرائض، في آخر كتاب الوصية، هل لكم أن تلموا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، الآيتين؟ هذا في الشهود. نعم، هذا في الشهود، هذا فيه قبول شهادة الكافر في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان في سفر، إذا كان الإنسان في سفر وحضره الموت وليس عنده شهود مسلمين فإنه يستشهد الكفار في هذه الحالة، يستشهد الكفار في هذه الحالة لأجل حفظ ماله، لأن هذه حالة ضرورة، ولو لم يشهد لضاع ماله ووصيته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني من المسلمين، أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض، في هذه الحالة، حالة السفر، وأصابتكم مصيبة الموت، فإنه يجوز للمسلم أن يستشهد من حضره ولو كان كافرا، لأن هذه حالة ضرورة. ثم قال: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي أن الكفار النصارى أو اليهود يحبسان من بعد صلاة العصر، لأنه وقت يعظمانه ويؤخذ عليهم العهد. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. فيحبسان بعد العصر ويؤخذ عليهم التعهد، لأنه وقت يعظمونه، ويبعد أن يكذبوا أو يخونوا بعد هذا العهد الذي أخذ عليهما. نعم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إذا عثر على الخيانة منهما فلا بد من شاهدين من المسلمين يشهدان على هذه الخيانة، فإذا شهد على هذه الخيانة ينزع الثقة من شهادة الكافرين. نعم. من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني شاهدين الكافرين: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، هذا إذا وجد المسلمان. نعم. فلا كلام. نعم. أو آخران من غيركم، إذا لم يوجد المسلمان. نعم. في حالة السفر
أواخر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فتقيمون شاهدين من الكفار، لكن بعد أخذ اليمين عليهما بعد صلاة العصر بعدم الخيانة، فإن ظهر منهما خيانة فلا بد من شاهدين من المسلمين يشهدان على هذه الخيانة، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان، فيقسمان بالله لشهادتنا أيضا ما يقبل منهم مجرد الدعوة أنهم خانوا حتى يحلفا على ذلك، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. والآية نزلت في سبب، وهو أن أحد الصحابة أصابه الموت وليس عنده شهود يعني من المسلمين، فاتخذ شاهدين من الكفار. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. في آخر كتاب الوصايا، هل لكم أن توجهوا نصيحة لإخواننا المسلمين أن يكتبوا وصاياهم وأهمية الوصية، ولمن بعدهم أن يقوموا بتنفيذ ما أوصى به أمواتهم؟ هذا أشرنا إليه في مطلع الكتاب، وقلنا إن الوصية على قسمين، وصية واجبة ووصية مستحبة. فالوصية الواجبة إذا كان على الإنسان ديون وليس بها وثائق وإثباتات فإنه يجب أن يوصي بها لئلا تضيع على أصحابها، أو كان عنده ودائع للناس فيجب أن يشهد على هذه الودائع لئلا تضيع، أو كان له أموال وودائع عند الناس، ديون عند الناس وليس بها بينات، فإنه أيضا يوصي بها ويبينها حفظا للأموال وحقوق الورثة وحقوق الغرماء ألا تضيع عليهم. وأما الوصية المستحبة فهي الوصية بشيء من ماله بعد موته يصرف في أعمال البر، وهي صدقة تصدق الله بها على المسلم أن يوصي بشيء من ماله بعد موته ليجري عليه نفعه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه هي الوصية المستحبة، أنه يوصي بشيء من ماله يكون في سبيل البر ليجري عليه نفعه بعد وفاته، وإذا لم يوصي فليس عليه شيء، أو كان المال قليلا فإن الأفضل أن يتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونستودعكم الله حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.